أن النساء إن كيدهن عظيم. من قال لك هذا الكلام؟ أعطني دليلك. قالوا يقوله الله في القرآن. أبدا، الله ما قال يا نساء العالمين إن كيدكن عظيم، إنما ذكر الله القصة على لسان من؟ عزيز مصر. وعزيز مصر كافر، ما نأخذ منه الأحكام والتشريعات. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فليس قاعدة عندنا نأخذها حكم شرعي. وما هو كيد امرأة العزيز؟ لماذا صنعت هذا الأمر؟ لأنها أحبت يوسف، فكيدها حب. لكن كيد الرجال ذكر في صورة يوسف قبل كيد النساء على لسان من؟ يعقوب عليه السلام، موحى إليه من الله. قال ليوسف يوم أن أخبره بالرؤيا: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ليه يا أخوان؟ فيكيدوا لك كيدا. كيد الرجال حقد وغل وحسد، وكيد المرأة حب. أي كيد أعظم؟ والله ما سمعت أن امرأة تتشارع مع امرأة في البلدية ولا في المحكمة. سمعتوا؟ والله أنهم الرجال